في حاجات بتعدي عليك صدفة وحاجات اتقالت مرة هاخد من وقتك حبة. اسمعني هقولك معلومة تهمك ايا كان سنك، صدقني معاك هتكون فارقة. معلومة تفيدك تنور لك عقلك ايا كان سنك، تعالى وانا اقولك معلومة مش عامة. معلومة مش عامة مع كمال ماضي على نغم اف ام. معلومة مش عامة. السلام عليكم، وزي ما اتفقنا مع حضراتكم ان برنامج معلومه مش عامه في الموسم الرمضاني الثاني ليه هنحاول فيه نقدم معلومه مش متداوله، هنحاول نستكشفها، نعرف اصلها وفصلها، هنبحث في كتب التاريخ عن حكايتها وهنحكيها لحضراتكم، ويا رب يا رب دايما نكون ضيوف خفاف على حضراتكم. خلونا في خامس حلقه من معلومه مش عامه في رمضان 2024 نحكي عن واحده من اكبر واهم وكالات الانباء في العالم. اكتر من مليار شخص في 115 دوله في العالم بيعتمدوا عليها في معرفه اخبار الدنيا، وفي اكتر من 1000 صحيفه وعشرات القنوات التلفزيونيه والمواقع بيعتمدوا برضو عليها بشكل مباشر في المعلومه. او تخيل الامبراطوريه الاخباريه الضخمه دي، وكاله رويترز للانباء ابتدت ب 200 حمامة من الحمام الزاكر. بص يا سيدي، وكالة رويترز دي اتسمت على اسم الشخص اللي أنشأها، جوليوس رويتر، وللعلم ده مش اسمه الحقيقي، لأن اسمه الحقيقي كان إسرائيل بير يوشافات. هو نفسه كان اسمه إسرائيل، ومن الاسم تعرف إن أصوله بالطبع يهودية. اتولد سنة 1816 في كاسل في ألمانيا، بس بعد كده اتحول للمسيحية سنة 1844 وهو عمره 28 سنة. سمى نفسه رويتر. رويتر في البداية اشتغل موظف أعمال كتابية في بنك عامه في ألمانيا. اليهود طول عمرهم مركزين في قصة الفلوس والبنوك وكده. هتلاقيه في البنك اتعرف على عالم الرياضيات والفيزياء كارل فريدريش جاوس، اللي بيتوصف إنه أمير علماء الرياضيات. جاوس ده كان بيختبر التلغراف الكهربائي اللي بقى من أهم الوسائل بعد كده لنقل الأخبار. رويتر بدأ حلمه بإنه اشترك في تأسيس دار نشر صغيرة في برلين كان اسمها رويتر وستار جاردت سنة 1848. دار النشر بتاعتهم دي بدأت في نشر كتيبات سياسية ضايقت السلطة، فعلى طول رويتر خد القرار، ساب ألمانيا راح لفرنسا، وهناك ابتدى يترجم لمقالاته والأخبار ويبعتها للجرايد الألمانية، لكنه ما قدرش يبعد عن ألمانيا كتير. تاني سنة على طول رجع لمدينة أخن الألمانية وعمل خدمة إخبارية جديدة بالتلغراف الكهربائي اللي عرفه من صديقه العالم في بنك عمه. هنا حد من ناسنا وأهلينا الكرام ممكن يقول لي الله، أمال فين قصة الحمام الزاجل؟ أقول لك دي الجزئية اللي جاية على طول، واسمحوا لي أحكي لها لحضراتكم بعد دقايق بمشيئة الله. معلومة مش عامة. معلومة مش عامة مع كمال ماضي على نغم اف ام. معلومة مش عامة. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية في الجزء الثاني من الحلقة الخامسة من معلومة مش عامة رمضان 2024، والسنين بتعدي ووصلنا مع رويتر لسنة 1850 وهو لسه في مدينة أخن الألمانية. جت في دماغه فكرة إنه يعيد إحياء فكرة قديمة للمراسلة. الفكرة القديمة دي كان الحمام الزاجل، وبالفعل ما ترددش، أسس خدمة الحمام الزاجل بين أخن الألمانية وبروكسل في بلجيكا. هنا واحد ممكن يستغرب ويقول طيب ليه استخدم الحمام الزاجل والتلغراف أسرع أصلاً من الحمام الزاجل؟ ممكن يغني عن كل ده؟ أقول لك لا، ما هو الموضوع في قصة أكبرته يستخدم حل بره الصندوق. القصة إن مدينة أخن لما تفتح الخريطة هتلاقيها آخر نقطة على الحدود الألمانية قبل بلجيكا، وعندها برضو بتنتهي خطوط التلغراف الألمانية، فما فيش ترابط ما بين خطوط التلغراف الألمانية والبلجيكية. علشان كده رويتر اتغلب على المشكلة دي ب200 من الحمام الزاجل اللي كان بيطير بالرسائل عبر الحدود بين ألمانيا وبلجيكا. تاني سنة على طول سنة 1851 رويتر ساب ألمانيا وسافر لإنجلترا، وهناك افتتح خدمة رويتر بالتلغراف. كان بينقل الأخبار التجارية والاقتصادية في البداية، فلقى إقبال من رجال الأعمال والبنوك والشركات. بعد كده لما الجرايد اليومية بدأت تنتشر جذب لوكالته الجرايد دي يشتركوا في خدمة نقل الأخبار بالبرق أو بالتلغراف، لأنها حققت لهم مبدأ السرعة. واحدة واحدة زادت الثقة أكتر وأكتر في رويتر ووكالته لما قدر ينقل بسرعة خطابات الساسة اللي كانوا بيهددوا فيها بالحرب زي خطاب نابليون الثالث، وكمان لما نقل خبر اغتيال إبراهام لينكولن رئيس أمريكا قبل أي وسيلة أخبار تانية. فبدأت الجرايد تعتمد على وكالة رويترز في الانفرادات وفي الدعاية لنفسها بسرعة نقل الخبر. في سنة 1871 رويتر بسبب أهميته اللي لمسها الكل في مجال الأخبار منحوه لقب بارون، لغاية ما تقاعد من وظيفته كمدير للوكالة سنة 1880.
1878. فضلت الوكالة اللي أنشأها الألماني رويتر تكبر وتكبر وتنتشر لغاية ما كان لها برضو السبق في استخدام الراديو في نقل الأخبار بين الدول. وهنا وصلنا لمرحلة جديدة خالص وغير مسبوقة من التطور. فضلت رويترز تطور من نفسها لغاية ما جينا لستينات القرن العشرين، هلاقيها استخدمت الكمبيوتر في نقل البيانات المالية. في السبعينات بدأت توفر شاشات الكمبيوتر لأسعار الصرف للعملاء واللي مش ممكن يخلو بنك منها. وأخيرا جينا لسنة 2008 هنلاقي رويترز اندمجت مع شركة نشر كندية اسمها تومسون، فبقى اسمها تومسون رويترز لغاية النهاردة، لكن مجازا بيتقال عليها رويترز، وكالة من أهم وكالات الأنباء في العالم، واللي كان جزء رئيسي من خطوات نجاحها استخدام 200 حمامة من الحمام الزاجل في نشر الأخبار. دي كانت معلوماتنا اللي مش عامة النهاردة في الحلقة الخامسة من الموسم الثاني للبرنامج في رمضان. بكرة بمشيئة الله نقابل حضراتكم في معلومة جديدة بس مش عامة، ويا رب يا رب دايما نكون ضيوف خفاف على حضراتكم. تحياتي كمال ماضي، سلام عليكم. معلومة مش عامة، كنتم مع معلومة مش عامة مع كمال ماضي على نغم FM. معلومة مش عامة.